بالمناسبة أنا لست أحمقا كبعض الحمقى من الشيعة وأقول لكم تعالوا واحزنوا على الحسين، لا 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 لا، بل أنا أقول لكم زيدوا الرقصة والغناء في عاشوراء حتى الناس تعرف حقيقتكم وأتباعكم النخدوعين يعرفون حقيقتكم فيتشيعون. بالعكس زيدوا استمروا استمروا، أنا لا أدعوكم إلى الحزن على الحسين، فحزنكم لن ينفع، صليت أم زنيت كما قال الصادق عليه السلام.